السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم في فيديو جديد. مو مالف نصوره في الزنقة، ولكن اليوم نصور لكم هذا الفيديو القصير. بالنسبة للفيديو اليوم غادي نحاول نتكلم فيه على واحد الموضوع اللي طلبوا مني بزاف ديال الناس، وطلبوا مني يعني بزاف ديال المشتركين، وكيوصلوني عليه بزاف الميساجات، اللي هو التأشيرة العراقية. بزاف بطبيعة الحال بزاف ديال المغاربة والمغربيات بغاو يمشيو للعراق قصد الزواج، او العراقيين بغاو يجيو للمغرب قصد الزواج. واحد الاخت كانت تواصلت معايا البارح في ميسنجر كتسولني، وطبعا الحال عطيتها شي معلومات اللي كنعرف انا على قضيه التاشيره، وهي وعدتني انها صيفط ليا الوثائق باش نخدم بها عليهم الفيديو، والله يسمح ليها دارت ليا بلوك. ان شاء الله نتمنى تشوف هذا الفيديو، ونتمنى نقول لها عمرك تعطي لي واحد لشي واحد وما غاتكمليش. دونك على حسب شنو قالت لي هي، انه مغربي لا مغربيه بغات تزوج عراقي. الله يسهل على كل واحد. حنا دابا كنوصلو معلومه انه هي قالت لي حسب الراي ديالها دارت وكاله خاصه عن عدلين، يعني مشات عند جوج هذولا ودارت عليهم واحد وكاله خاصه ديال الزواج، صيفطتها للسيد اللي بغات تزوج بيه. تما صيفطت لي هاد الوكالة الخاصة. بطبيعة الحال هو دار عقد زواج من جهته هو، يعني دار عقد زواج من 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 من, من جهته هو وصيفطو ليها. هي عاوتاني كتأمبريمي داك العقد اللي وصلها، وكدير ليه التنزيل في المغرب، يعني كتعاود هي كدهز داك النسخة ديال عقد الزواج وكتعاود تاني دير ليه التنزيل هنا في المحكمة. انا غنحط لكم واحد السكرين شوت ديال الميساج اللي صيفطت ليا. وطبيعة الحال شي واحد بغا يخدم عقد الزواج يمشي يسول عند العدول، هما غادي يعطيوه معلومات اكثر. ان شاء الله نتمنوا تكون المعلومة وصلتكم. انا نخلي لكم الصورة تقراوها والمساجات ديالها. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنوا ان شاء الله كل واحد يوصل داكشي اللي بقى حيت بزاف صراحة بزاف ديال الناس تواصلوا معايا وبزاف ديال الناس سولوني، وان شاء الله نتمنوا كل واحد يوصل داكشي اللي بقى. ان شاء الله نتمنى في مستقبل الايام انه هذا المشكل ديال التاشيره كاع يحيد بزاف ديال الناس من الفنانين من سميتو بغاو يجيو لهنا كيلقاو مشكل في التاشيره. دونك نتمنى ان شاء الله في مستقبل الايام يتحيد هذا المشكل.